صباح الخير عليكي مها، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح دريم. النهارده من داخل غرفه عمليات الاداره العامه لشرطه نجده القاهره بمديريه امن القاهره، وبينضم الينا على الهواء سياده اللواء عادل الزنكلوني مدير الاداره العامه لشرطه النجده. اهلا بيك، صباح الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الشرطه ال 65. اهلا بيك. سنه وانتم طيبين وشرفتونا وشعب مصر كله بخير. النهارده بداية عايزين نعرف معلومات عن كيفية اتمام البلاغات اللي بتقدم من خلال المواطنين وازاي بيتم التعامل معاها. صباح الخير الفندم. بالنسبة لأي بلاغ بيوصل على 122 بنبتدي نتلقى البلاغ، بنعرف نوع البلاغ ايه، اسم المبلغ، مكان البلاغ، تبع اسم ايه، اذا كان البلاغ سواء بسيط او سواء كبير، نفس اجراءات البلاغ من اول تلقي البلاغ لحد فحصه وانتهائه بيتم الاهتمام بيه اهتمام بالغ الاهميه. طب انواع البلاغات اللي بتواجهكم ايه انواعها بالظبط اللي ممكن تقدم من خلال المواطنين وشكواهم؟ بلاغات المواطنين بتتعدد في انواع كثيره، منها بلاغات المشاجرات او بلاغات الشكاوي او المصادمات. كل هذه البلاغات احنا بنتعامل معاها، بنبلغ الجهات المختصه بيها، مثلا اذا كان بلاغ حريق بنختر الحمايه المدنيه التابعه للمديريه، إذا كان بلاغ سرقة بتبع إدارة البحث. كل بلاغ بشوف إيه الإجراءات اللي بتتم ناحيته، إيه هي الإدارة المختصة بهذا البلاغ. أنا دوري أنا بتلقى البلاغ، بخطر جميع الجهات المعنية للمساعدة في فحص البلاغ. طب ماذا عن الإجراءات؟ يعني أول ما تتلقوا البلاغ إيه اللي بيحصل بعد كده، الإجراءات المطلوبة علشان يحصل تحرك من خلال هذا البلاغ؟ البلاغ بيصل البلاغ على طريق مواضع 122، كل الكلام ده اللي بقوله لحضرتك بيحصل داخل غرفة العمليات الرئيسية اللي حضرتك موجودة فيها. البلاغ بيجي على 122، بنتلقى البلاغ، بعرف نوع البلاغ ايه وتبع اسم ايه الشرطة المختص، بينتقل البلاغ عن طريق الحاسب الآلي من مواضع 122 لمواضع فحص البلاغات اللي سيادتك شايفاها دلوقتي. مواضع الفحص بتشوف البلاغ يتبع اسم ايه، بيختر مواضع الفحص، بيخضر عربية النجدة اللي هي بتجوب في شوارع القاهرة بسرعة التوجه، بيشوف أقرب عربية نجدة، بيبعت العربية لمكان البلاغ، بيشوف إذا كان بلاغ حقيقي أو بلاغ سرقة، بنختر جميع الجهات المعنية، إذا كان بلاغ كبير بنختر جميع القيادات، بنوصل لغاية مكان البلاغ، بنحدد، بنفحص، في النهاية ما أقدرش أقفل البلاغ غير ما أتأكد تماما، وبعد الاتصال من المبلغ مرة أخرى وأتأكد تماما إن كل حاجة وصلت له في حينه. كيفية التعامل مع البلاغات الكاذبة؟ هل يكون هناك بلاغات كاذبة أثناء اليوم؟ وارد أن يحصل بلاغ كاذب، يحصل بلاغ من أي نوع من أنواع اللي سيادتك عارفاها، بنتخذ جميع الإجراءات القانونية. البلاغ مسجل بيصل، أن لو حصل إن وهو يعني وأنت بتتصل على 122 بقول في الرسالة وبأكد أن هذه الرسالة مسجلة، إذا أنت بتتصل وأنت تعلم تماما الرسالة مسجلة. حصل معاكسة أو مضايقة لينا بنسجل هذه الأسطوانة المدمجة وبنتخذ الإجراءات القانونية وبنعمل محضر وبنعرضه على النيابة، والنيابة وشأنها بتتخذ جميع الإجراءات. علاقة النجدة بالإسعاف والوحدات المدنية، الحماية المدنية، إيه هي العلاقة بالظبط؟ ما دي بقول لحضرتك إن هي دي الجهات المعنية. يعني زي مثلا لو بلاغ مصادمة وفي مصابين، يبقى هي الجهة المعنية اللي هتساعدني في المصابين هي مرفأ الإسعاف. عندي انا خط مباشر على سيارات الاسعاف بتصل بيهم بيجيلي في مكان البلاغ. نفس الشيء لو بلاغ حريق بكلم الحمايه المدنيه بتصل بيهم عن طريق خط مباشر بتصل مع عربيه النجده في نفس التوقيت. وسيله التواصل فقط تليفون ولا هناك اتصالات اخرى؟ سلكي وخطوط ساخنه وفي تقنيات حديثه، مجرد انا ارفع السماعه على طول ترد عليا الحمايه المدنيه. نفس الشيء بالنسبه للاسعاف، نفس الشيء بالنسبه للغاز الطبيعي، اي بلاغات من هذا القبيل انا عندي اتصال مباشر بجميع هذه المرافق بحيث ان هو يوصل معايا، ممكن يوصل قبليه كمان. في فرصه ان احنا نتحرك بدون ان يجي لنا بلاغ اداره النجده ان هي تتحرك بدون بلاغ، ولا ان هو لازم تستنوا بلاغ؟ ما هو العربيات النجده بتجوف في شوارع القاهره، وارد وهو ماشي يتقابل مع مبلغ من احد المواطنين ويستوقف عربيه النجده ويطلب الاغاثه. ما هو البلاغ نوعين، سواء يجي لي على 122 او انا ماشي في الشارع بيوقف عربيه النجده بيستغيث بيها، فانا على طول بالحال بقف وبفحص بغلاء، يعني سواء عن اتصال تليفوني او هو ماشي في الشارع. هناك تقنيات حديثه اتخذت او استخدمتوها حديثا او فيما بعد في المستقبل؟ لا، في تقنيات حديثه طبعا احنا بنستغلها،
ظل توجيهات السيد اللواء الفاضل وزير الداخليه. سيادته دايما بيؤكد ويشدد في حسن معامله المواطنين وان احنا نخفف العبء على المواطنين. من هذا انشات حديثا مديريه امن القاهره تحت رئاسه السيد اللواء الفاضل خالد عبد العال مساعد الوزير مدير الامن سيارات تحقيقات متنقله. الغرض منها ان انا بخدم المواطن، بخفف العبء عليه، ان انا بعمل له محضر في مكان البلاغ. واخيرا استحدثنا كل امن النجده بيجوف في شوارع القاهره ليلا، برضو لو حد من المواطنين استغاث بيه بتوجيه له على طول. اثناء حدوث البلاغ والتحرك ما بينهم قد ايه بالظبط في الفتره الزمنيه؟ والله الفتره الزمنيه حضرتك بتختلف على حسب وقت البلاغ، يعني وقت البلاغ في وقت الذروه غير وقت البلاغ بالليل، لكن احنا بنتوقع البلاغ بنتوجه على طول. اللي ممكن يعطلنا زحام الطريق، تكدس الطريق، لكن مجرد تلقي البلاغ احنا بنتوجه على طول. حضرتك انا بشكر سياده اللواء عادل الزنكلوني مدير الاداره العامه لشرطه النجده، شكرا ليك وكل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وينضم الينا الان الاستاذ الرائد باسم صبري مدير مشرف غرفه عمليات الاداره العامه لشرطه النجده. اهلا بيك سياده الرائد. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. كلمنا عن المهام بتاعت حضرتك ودورك هنا داخل الغرفه. انا مشرف عام غرفه النجده في مديريه امن القاهره. انا دورنا هنا مسؤولين ان احنا اول ما نتلقى البلاغ من المواطنين على بلاغ 122 بنبدا نتخذ كافه الاجراءات في ان احنا نوجه الجهات المعنيه المساعده في حل مشكله المواطن. بنبدا نتابع مع الاسم والجهات المعنيه سواء الحمايه المدنيه سواء المرور سواء اداره البحث عشان نقدر نوصل باسرع وقت يمكن ان احنا نساعد المواطنين في حل مشكلتهم. طيب كم مكالمه بتجي لكم خلال اليوم؟ احنا بيجي لنا احنا شغالين هنا في 3 نبطشيات، كل نبطشيه 8 ساعات، شغالين على مدار اليوم 24 ساعه، بيجي لنا فوق ال 10,000 مكالمه في النبطشيه الواحده 8 ساعات. فبنقدر نتلقى جزء كبير منها بيكون في بلاغات حقيقيه. حوالي تقريبا 10,000 مكالمه. كلهم مكالمات وشكاوى مواطنين، في منهم البلاغات الحقيقيه وفي منها البلاغات الكاذبه، بنتعامل مع كل البلاغات ان هي بلاغات حقيقيه. لغايه لما بنوصل ونتاكد تماما ان فعلا البلاغ ده حقيقي او مش حقيقي. بيتم التحرك على طول في نفس التوقيت. ساعتها على طول، وقت تلقي البلاغ. طب بالنسبه للخرائط، انا شايف ان قدامكم خرائط ورا هنا، دي بتفيدكم في ايه؟ الخرائط دي مسؤوله، احنا دي خرائط على مستوى القاهره بالكامل بكل الشوارع والميادين الرئيسيه على مستوى المدينه، بتساعدنا في ان احنا نوصل ازاي باسرع وقت يمكن لمكان الواقعه، عشان نقدر نحدد بيها مكان البلاغ تحديدا ونقدر نوصل باسرع طريقه ممكنه عشان نقدر نوصل في الوقت المناسب. هل تعرضتم الى موقف غريب او طريف خلال هذه المكالمات، يعني ممكن تحكي لنا عليه؟ البلاغات الطريفه ممكن يكون بلاغ استغاثه من المواطنين بمساعده الحيوانات الاليفه. دي بلاغات احنا برضو بنهتم بيها زي البلاغات العاديه على قدر من الاهميه. بنراعي فيها شعور المواطنين في ان هم بيحافظوا على حياه الحيوان، فبرضو بنقدر نساعدهم في ان احنا نقدم لهم المساعده في حاجه زي كده. طب عايزين نتكلم عن المعوقات اللي ممكن تواجه النجده مع المواطن، ازاي ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض، او في معوقات بتواجهكم او سلبيات؟ هو احنا ما فيش سلبيات ولا حاجه، هو اللي احنا عندنا خط سهل جدا، خط مباشر 122، ده رقم بسيط مكون من 3 ارقام مفتوحه على مدار 24 ساعه، متصل على مستوى الجمهوريه على 28 محافظه بالكامل. بنستقبل بيه كل المكالمات في ساعتها وبنوجه بيه الجهات المعنيه في ان هم ينتقلوا لفحص البلاغ. سياده الرائد باسم صبري مشرف الغرفه غرفه عمليات الاداره العامه لشرطه النجده، شكرا ليك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، بشكر حضرتك. مها كده احنا خلصنا لقاءاتنا مع في داخل غرفه العمليات الاداره العامه للنجده. بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين. اليكي مها. شكرا زميلتي جاكلين.